كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة استمر لساعات بالقرب من القصر الرئاسي وجهة المحتجين. قابلتها القوات الشرطية بالغاز المسيل للدموع بكثافة، مما خلف قتلى وإصابات. ما عمل لنا حاجة، ما جاب حق فض الاحتسام، ما جاب الناس المفقودين، تمام؟ كل الحاجات دي الثلاث سنين دي حمدوك ما جاب لنا فيها حاجة. نمرة واحدة، نحن عايزيننا مدنية تجاه تحقيق الانتصار الأكبر وتحقيق غاية الثورة، شعارات الحرية والسلام والعدالة وتحقيق المدنية الكاملة للسلطة. جدول تصعيدي تقف وراءه تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. أما حزب الأمة وقوى سياسية أخرى فهي تحاول إيجاد خارطة طريق لتجاوز الانسداد في المشهد السياسي. الشارع الآن هذا الحراك سينتهي إلى هذه الحالة في حال تقديم تنازلات من الجانب العسكري. استمرار خروج الآلاف من المتظاهرين في كل موكب يعقد المشهد ويزيد من صعوبة إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف. يختتم العام بحراك ميداني هو 13 منذ 21 من أكتوبر الماضي، وسط دعوات تصعيدية في يناير المقبل. حراك يصحبه تعثر في المشهد السياسي، مما يجعل السودان منفتحاً على كل السيناريوهات المحتملة. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.